جالنا استفسار من أم، هل لو ابني النهاردة بيتعالج بالمساج فهل ده طريقة للعلاج تخلي الولد يمشي في التطور الحركي بشكل أفضل؟ الآن يمكنك الكشف وتقييم طفلك من أي مكان بالعالم، وذلك بقيمة رمزية والدفع عبر بيبال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم جميعا؟ يا رب دايما تكونوا بخير. مع حضراتكم دكتور محمود أسامة، مدرس باسم الأطفال بكلية علاج الطبيعي جامعة القاهرة. زي ما قلنا كده إن جالنا استفسار من أم بتسأل هل المساج لو بعالج بيه الطفل هل ده بيأثر على التطور الحركي بتاعه؟ خلينا ناخد السؤال ده ونبتدي نتجه بيه لحاجات كتير بتتعالج بيها الأطفال ممكن تكون مش مفيدة قوي لحالته. أولها المساج. النهاردة أنا بتسأل سواء على الصفحة أو على الرسائل بتاعة الصفحة أو لما بتجينا أمهات من دول مختلفة عن هل أنا النهاردة لو عملت مساج لابني بأيا كان نوع الزيت اللي بيستخدم من الزيوت المختلفة هل ده يخلي ابني يتطور حركيا بشكل أفضل؟ الحقيقة وقد تكون صادمة، الحقيقة لا. طيب ليه؟ عشان احنا المساج الغرض منه ان هو يزود الدورة الدموية في جسم الانسان، وبالتالي هو كل اللي هيعمله انه هيضخ الدم بشكل افضل بالنسبة للطفل، لكن ده مش هيخليه يتطور حركيا، ده مش هيخليه يعتمد على نفسه بشكل افضل، هو كل اللي هيعمله انه هيزود الدورة الدموية بس في جسمه. طيب هل المساج بس؟ لا، الحقيقة انه مش المساج بس، لانه حاليا احنا بقينا نشوف ناس بتروح لمراكز وكل اللي بيتعمل للطفل عبارة عن لمبة حمراء. طيب اللمبة الحمراء تقريبا دورها زي دور المساج، حضرتك كل اللي بتعمله انك بتزود الدورة الدموية في جسم الطفل، ولكن الطفل في النهاية لا يستفيد اي شيء على المستوى التطور الحركي بتاعه. مش بس كده، ده احنا مؤخرا ابتدينا نلاقي ان في اطفال كتير بيستخدم معاها التنبيه الكهربائي حتى لو كانت مش محتاجاه. الحقيقة ان التنبيه الكهربائي بيستخدم مع طفل لما تكون عضلاته مش شغالة خالص، وانا اقصدها بالمعنى الحرفي انها مش شغالة خالص، لكن مجرد ما الطفل ابتدى يشتغل فانت عندك تمارين تقوية تخلي العضلات ماشية بشكل افضل. بمعنى ان ما ينفعش النهاردة اقول ان انا بحط تنبيه كهربي على طفل وانه ده هيتحسن بشكل افضل في عضلاته وان عضلاته هتقوى وبناء عليه التطور الحركي هيتم. ده للأسف ما بيحصلش. انت بتستخدمه يا اما في حالات انه الطفل عنده مشكلة في الحركة عموما، مش بيقدر يتحرك خالص، الطفل ما عندوش حركة في العضلة خالص فمحتاج الكهرباء، او في حالات معينة زي حالات العصب السابع فمحتاج تنبه العصب السابع فمحتاج ساعتها التنبيه الكهربي. في برضو حالات ملخ الولادة اللي برضو بنحتاج معاها التنبيه الكهربي خصوصا في البداية عشان خاطر الطفل يكون ايه ماشي بشكل افضل، او في حالات الكيفوزز والسكليوزز الجنف الامامي والجنف الجانبي. كمان مش بس كده، ممكن نكون محتاجينها برضو في حالات الصلب المشقوق او السباينا بيفيدا، لكن فيما عدا ذلك ممكن تكون التنبيه الكهربي مش افضل حاجة لطفلي، وخصوصا لو انا بحاول ادور على حاجة ليها علاقة بالتطور الحركي. مش بس كده، مؤخرا ابتدينا نشوف اطفال كان بيستعمل معاها شمع البرافين. شمع البرافين كويس وحلو لأطفال عندها ستيفنس، عندها صعوبة في انها تحرك مفصل من مفاصل جسمها، سواء ده كان حاجة متعلقة في مرضه زي أمراض العظام، أو ان انا عندي طفل كان عنده كسر وراجع بعد الكسر فمش بيقدر يحرك مفاصله بشكل كويس. لكن انا لو بستخدم شمع البرافين بوجه عام على اي طفل ومستني منه تطور حركي فده برضو للأسف مش هيحصل. مؤخرا، وانا حزين ان اقول كده بس مؤخرا بقى وده الاسوأ، ان انا ابتديت الاقي ان في اطفال واحنا بنكشف عليها تلاقي ظهرها اصلا في اماكن مزرقة او اماكن فيها نوع من انواع العنف. ما ينفعش العنف يتبرر تحت اي بند في اي جلسة من جلسات الاطفال، ده ما ينفعش يحصل. انت النهاردة لما بتيجي تتعامل مع طفل عموما الطفل ليه قدرات معينة بشكل معين، وخصوصا ان انت بتتعامل مع طفل كمان ذوي احتياجات، فما ينفعش التعامل يبقى بالعنف وبالضرب وان انا بقول ان انا كده بعالج الطفل. بالعكس خالص، انت كده لا بتعالج الطفل ولا هتوصل لنتيجة. الطفل بيبقى جسمه فيه اذى، وفي نفس الوقت الطفل متأثر مش بس جسمانيا، ده متأثر نفسيا، فانت مستني نتيجة بناء على ايه؟ فاحنا من هنا بنحذر كل الامهات انه ما ينفعش الطفل يبقى في الجلسة بيتعرض لعنف او لضرب وده يتبرر انه ده بيتعمل عشان مصلحته اطلاقا، ده ملوش علاقة بمصلحته خالص. ولو الغرض منها ان ازود التحميل بتاعه او ازود قدرته الحركية بان انا ازود عليه اللود، ده ممكن ازوده عن طريق حاجات تانية بعيدا عن العنف وبعيدا عن الضرب في التمرين نفسه. كمان ممكن يكون اللي بيعرض حضرتك او حضرتك للموضوع ده هو ان حضرتك بتتجه لمركز غير متخصص في العلاج الطبيعي للاطفال.
بمعنى ان المركز شغال كبار مع اطفال، او ان الاطفال متاخد كانه حاجه جانبيه جنب الشغل الاساسي. وبالتالي نرجع من النقطه دي ننصح حضراتكم انه لازم تكونوا متوجهين، او الافضل تكونوا متوجهين لمركز علاج طبيعي اطفال فقط، يكون متخصص في الاطفال لوحدها عشان يقدر يقدم الخدمه الافضل لاطفالكم. في النهاية نتمنى نكون فدنا حضراتكم ولو بمعلومة بسيطة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة بتاعتنا عشان يوصلكم كل جديد. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.